السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عجيجل لنعرفكم على المقر الجديد لمجلس قضاء عجيجل واللي انتهت الأشغال به، وهذا المنشأة الهامة في بناء صرح الدولة الجزائرية، دولة القانون، الدولة التي لا تزول بزوال الرجال. فيه برنامج وطني يعني ابتدى هذه منذ أكثر من 20 سنة لبناء مجلس قضائي في كل ولاية الوطن 58، وذلك لإعطاء مزيد من الوسائل والفضاءات للقاضي والمتقاضي وكل المتعاملين في العملية القضائية، أعطاهم مزيد من الوسائل ليؤدون واجبهم وخدمتهم العمومية على أحسن وجه. إن شاء الله تكون هذه الخدمة عند حسن ظن المواطن الجزائري لخدمة للعدالة اللي هي أساس الحكم. إذن أترككم تتابعون، السلام عليكم.